ما هي أضرار انسحاب الوحدات بالآسيوية إن تمت؟ ولماذا سينسحب؟ وهل مباريات الاعتزال مجدية؟ حلقة جديدة من كلينتا، خليكم معنا. أهلا بكم. لم تفرح جماهير الوحدات بفوزها بلقب السوبر من هنا حتى وبدأت تضغط على إدارتها من جهة أخرى بهدف الانسحاب من خوض مواجهة الملاحقة المؤهلة لدوري أبطال آسيا أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي منتصف الشهر الحالي. الجماهير طالبت من ناديها ومن قبل شهر تقريبا بعدم خوض هالمباراة خوفا من التطبيع، وذلك بعد أن تعاقد مؤخرا شباب الأهلي دبي مع اللاعب مؤنس دبور واللي مثل منتخب الكيان الصهيوني في فترات سابقة، وأيضا لعب النادي الإماراتي مؤخرا مباراة ودية مع فريق من الجانب المحتل. بحسب مراقبين آسيويين فإن الانسحاب يستدعي إلى اجتماع لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي ومعرفة الأسباب واتخاذ القرارات بعدها، والعقوبات قد تصل لحرمان الفريق من المشاركة في أي بطولة آسيوية لمدة عام إلى جانب غرامات مالية، لكن هذا كله يحدث بعد عدم خوض المباراة. وطبعا هالحكي في حال انسحب الوحدات، بينما خسارته في المباراة بشكل طبيعي تعني عودته للمشاركة ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي. جماهير الوحدات مش متقبلة أبدا فكرة لعب هالمباراة بتواجد هاللاعب ومعها حق، ومستعدة تدفع من جيبتها الخسائر على ألا يكون النادي شريك أو جزء من التطبيع. وأيضا عضو مجلس إدارة في النادي تعهد في وقت سابق بتحمل كافة تكاليف الانسحاب من هالمواجهة، ولغاية تصوير الحلقة لم يصدر أي قرار رسمي من النادي، وكان هناك تلميح بالانسحاب من قبل الإدارة بانتظار الاجتماع والقرار النهائي. آراء أخرى دعت للانتظار حتى قبل موعد المباراة أملاً بعدم إدراج اسم اللاعب في قائمة المباراة لأي سبب من الأسباب، إصابة أو غيرها من الأمور الممكن تصير، وفي حال تواجده الدخول لأرض الملعب وعدم السلام على دبور خلال مصافحة اللاعبين والنزول للملعب ورفض اللعب من خلال بقاء اللاعبين في أماكنهم لحين إنهاء المباراة من الحكم، وبكل وحدات خاسر وقتها بالنتيجة. طبعا هذا الرأي حتى يبقى الوحدات مشاركا في البطولات الآسيوية بعودته للعب بكأس الاتحاد الآسيوي، وهالفكرة كل واحد ممكن يكون له رأي مختلف عن غيره. نروح للشق الثاني من الحلقة، واللي فعليا هالموضوع بستغرب منه كل فترة، لما لاعب محلي يقرر وضع حد لمسيرته الرياضية بفكر انه يعمل مباراة اعتزال، وللأسف بطلت تحقق الفائدة منها. ليش فتحت هالموضوع؟ لأنه بعد شهر من الآن وتحديداً ب1/9 رح يقيم نادي الوحدات مهرجان اعتزال لقائد الفريق السابق محمد الدميري واللي مثل الفريق على مدار سنوات طويلة ماضية، علماً بأنه الدميري لعب أيضاً مع الاتحاد السعودي والشمال القطري والنجوم السعودي. آخر مباراة اعتزال محلية كانت لحارس المرمى معتز ياسين، طبعاً هاي المباراة كان فيها الحضور الجماهيري ضعيف إلى جانب عدم اهتمام الإعلام واللاعبين السابقين والحاليين بصورة كبيرة في مثل هيك مباريات زي زمان، وحتى الرعاة دعمهم المادي قل للكرة المحلية والأسباب كثيرة وواضحة. الهدف أصلا من مباراة الاعتزال هو أنه يخوض اللاعب آخر مباراة له بالملاعب ويودع الجماهير اللي بادلها العشق في فترات سابقة، بس يا حسرة الفكر اتغير والهدف صار هسه مادي بحت وهو من حق اللاعب قبل توجهه لعالم التدريب، بس الجمهور بطل يعشق لاعب زي ما كانت جماهير الفيصل تحب حسون الشيخ وجماهير الوحدات تعشق رافت علي، لأنه زمن الانتماء للشعار شبه ولا. وأسباب عدم الاهتمام إنه اللاعب مش زي زمان يلعب مع نادي واحد طول مسيرته، صار يلف على أكثر من نادي، وهذا الإشي بخفف من مؤازرة الجماهير إله بالحملة الترويجية للقاء إلى جانب خوض مباريات ودية مع أندية محلية أخرى عكس الدول المجاورة اللي بتجيب أندية أوروبية أو فرق عربية إلها شعبية، وهالإشي اللي ما بشجع أي مشجع يروح على الملعب ويدعم اللاعب في آخر يوم إله بالميادين. وفي لاعبين ما حضر مبارياتهم إلا عدد قليل من الجماهير رغم أسطوريتهم، وكان المشهد مؤسف، ومنهم مؤيد سليم وأنس زبون وغيرهم الكثير، فياريت أي لاعب لو ما كان ضامن حضور جماهيري كبير ما يعمل مباراة اعتزال لصالحه ولحتى يطلع ببياض وجه قدام الكل. وسؤال حلقتنا لليوم بيحكي بعد كم ثانية سجل دميري أسرع هدف في مسيرته الكروية وبشباك من؟ طبعا الهدف تاريخي ولن يمحى من ذاكرة مشجعي الوحدات، اكتبونا لو عرفتوا الإجابة بالتعليقات. وفي النهاية لا تنسوا تتابعوا شبكة منصات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة أسفل الشاشة، لايك على الفيسبوك، فولو على الانستغرام، سبسكرايب على اليوتيوب، واستنوني أنا مهند جويلس في الحلقة الجاي. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.